ويا مساء الخير على جيش كوين 3. النهارده معانا موقع ربح جديد من خلال الاستثمار في عمله الدولار. الهديه في الموقع ده هتكون فتح باقه، يعني احنا في الصبح نزلنا فيديوهين هنوزع النهارده منهم 40 دولار هينزلوا على قناه الاير دروب في تليجرام. النهارده بقى الهديه في الموقع ده هتكون هنختار 10 اعضاء، كل عضو بياخد باقه رقم واحد، يعني بتخش كل يوم تسحب دولار و40 سنت لحد ما الموقع بقى يقفل يا ابو الصحاب، يقفل بعد يومين، يقفل بعد 10 ايام، يقفل بعد 20 يوم، انت وحظك. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتعالى اشرح لك. طبعا عشان تسجل في الموقع رابط التسجيل بتلاقيه موجود في الوصف وبتلاقيه موجود في كل مكان. ولو سالتني وقلت لي لابس الطاقيه ليه يا عم احمد؟ والله عجبتني لسه شاريها النهارده فقلت اجربها يا صاحبي في فيديو عشان برضه تتفرج عليها معايا. التسجيل سلس جدا، ايميل وباسورد وبيكون عندك حساب، اسهل منه مفيش. تليجرام بتلاقيه اللي هو اسمك او تكتب اي اسم، واتساب اي رقم عادي واي لايك عادي من حضرتك مقبول على المسا. شكرا برضه على اللايك لو انت هتعمله دلوقتي. هنا الواجهه بتاعتك بتقول لحضرتك ايه، ما بتقولكش حاجه اللي انا هقوله لك دلوقتي بالمقدمه. ده موقع استثمار في باقات استثماريه زي مواقع التعدين، انت بتشترك في باقه والباقه بتخرج لك ربح يومي، انت بتخش كل يوم تاخد الربح اليومي بس، ما فيش اي حاجه تاني يا صاحبي. كل باقه بيكون لها سعر وكل باقه طبعا بيكون ليها فئه، الفئه بتاعتها مثلا هتكسب في اليوم قد ايه وهتوصل لحد ايه. يلا نشوف ده كله مع بعضه. فانت بتيجي هنا على الفيب او على المستويات. اول باقه بيكون سعرها 8 دولار وبتخليك تكسب لحد 80 دولار وبتكسب كل يوم دولار و40 سنت، دي اللي هنوزعها هديه يا ابو الصحاب. تاني باقه سعرها 56 دولار بتخليك تكسب في اليوم 10 دولار وبتكسب لحد 610 دولار، وهكذا بقى. نفس انا شرحت لك نموذجين، انت بقى طبق الكلام ده على الباقات المناسبه لحضرتك. مش عارف جت منين دي يا ابو الصحاب. فانت زي ما حضرتك شايف عشان تفتح الباقه فانت بتدوس قدام الباقة او مكان الباقة، بتفتح معاك طبعا صفحة الايداع او صفحة الشغل اللي هنا. صاحبي لو وصلت معانا لحد كده اي حاجة بتعملها بتكون على مسؤوليتك الشخصية، عشان ده مش محتوى بقول لك اعمل فيه ايداع، انا بشرح تجربتي الشخصية واي حاجة بتكون على مسؤوليتك. بتكون عملة الدولار على شبكة ترون. طبعا انت بمجرد ما بتعمل ريفرش بعد ما بتعمل ايداع بتلاقي حضرتك عندك الباقة مفتوحة 24 ساعة بتتجدد. يعني هشرح دلوقتي ازاي هنعمل المهام. بتخش على المهام بتاعت حضرتك هتلاقي عندك حضرتك عداد فوق هينتهي وهيظهر لي نفس المهمه اللي هي بدولار، عفوا ب 113 دولار. خلصت المهمه هتوجه مباشره على ان انا اسحب الرصيد، وهسحب الرصيد من هنا ثلاث خانات. اول خانه تكتب فيها العدد اللي انت هتسحبه، واخر خانه اللي هو الباسورد اللي احنا عملناه واحنا بنسجل، ويتبقى معانا اللي في النص. الله ينور عليك يا صاحبي، عارف اهو المحفظه يا صاحبي، العنوان اللي هنسحب عليه الدولارات. هنروح المحفظه من اي مكان من اي منصه بنجيب العنوان اللي هنسحب عليه العمله، وبمجرد طبعا ما بنحط العنوان في المكان اللي المفروض نحطه فيه بيتسجل على طول او بيتسيف عندك او بيتحفظ بالعربي ومش هتحتاج تجيبه تاني يا صاحبي. وسحب طبعا بيوصل في اقل من 3 دقايق، بس المره دي كان عندي مكالمه وصلتنيش الرساله زي فوق فدخلت من جوه اعمل لها اثبات بس يا صحاب. وعندك طبعا احالات لو هتكسب، لو هتعمل احالات على نفسك، ولكن عشان تكسب من الاحالات لازم تشتح باقة. النهارده زي ما حضرتك عارف نزلنا ثلاث فيديوهات، اول فيديوهين بنوزع فيهم 20 دولار على 10 اعضاء، كل واحد يعني هنختار النهارده 20 عضو من الفيديوهين، كل واحد فيكم هياخد 2 دولار، انما الفيديو ده هنختار 10 اعضاء كل عضو بياخد باقة من اللي احنا شرحناها النهارده. فبالمناسبة لحضرتك ما تنساش تعمل لايك ونشوفك في جديد على كوين 3.